نشرة أخبارية جديدة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. عمليات رفع الأنقاض تكشف هول الكارثة في تركيا، نحو 30,000 وفاة حتى الآن، والمحاسبة تبدأ باعتقال مقاولين متهمين بتشييد مبان من دون المواصفات أدت إلى انهيارها فورا. ابن زايد يؤكد للرئيس الأسد استمرار دعم بلاده سوريا، ووزير الصحة السوري يؤكد للميادين أن التوجيهات الرسمية هي بإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة في سوريا. حزب الله يطلق حملة رحماء لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، والدفعة الأولى انطلقت إلى اللاذقية ب23 شاحنة. الرئيس الإيراني في بكين غدا على رأس وفد سياسي اقتصادي للتوقيع على وثائق تعاون مشترك بين البلدين. ومعارك محتدمة في دونياتسك، ورئيس مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة استراتيجية قرب باخموت. أهلا بكم. أسبوع على زلزال تركيا وسوريا وأعمال الإنقاذ متواصلة رغم الصعوبات المناخية واللوجستية، وقد اقتربت حصيلة ضحايا من 35,000 في البلدين والإصابات من نحو 90,000. وفق الإحصاءات التركية فأن حصيلة ضحايا الزلزال جنوب البلاد هي أكثر من 29,000 وفاة و600 حالة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن الأضرار لحقت بأكثر من 14 مليون مواطن، وتحدث عن دمار مئات آلاف المساكن. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص. نفذت السلطات التركية حملة اعتقالات طالت أكثر من 130 مقاولا ومهندسا معماريا، ألقت القبض عليهم أو ألقيت عليهم مسؤولية انهيار المباني من جراء الزلزال المدمر وفقا لتقارير إعلامية محلية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، حيث أمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المقاطعات بإنشاء وحدات للتحقيق في جرائم الزلزال. هذه الإنشاءات لم تكن تحت إشراف الدولة، لذلك مات كثير من الناس في نورداغي بسبب هذه الأعمال، لأنه لم يكن هناك إمكانية لإنقاذهم. ثلاثة من أحفادي وابنتي وزوجها، خمسة أشخاص تحت الأنقاض، أنا في الانتظار. لا يوجد شيء اسمه الخرسانة، هي رمال فحسب. هذا المبنى وغيره انهاروا في أول 3 ثوان من الزلزال. هذا المبنى يتكون من 6 طوابق، نجا منه 3 أشخاص فقط، فيما تجاوز عدد القتلى فيه 100. وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى تركيا، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول في زيارة تعد الأولى لزعيم عربي أو أجنبي نحو تركيا بعد الزلزال. وكالة الأنباء القطرية كانت قد ذكرت في بيان أن الأمير تميم غادر قطر برفقة وفد رسمي متوجها إلى تركيا في زيارة عمل وفق البيان. في سوريا التي تبرز فيها معركة المساعدات الإنسانية في ظل حصار قانون قيصر، بلغت الحصيلة التقريبية لضحايا الزلزال نحو 4,500 وفاة في كل المناطق المتضررة، والجرحى نحو 6,000. وتشير التقديرات إلى تضرر آلاف المباني السكنية كليا وجزئيا، مع الإشارة إلى تعذر الإحصاءات الدقيقة في مناطق سيطرة المسلحين.
حذر المنسق الأممي الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا من احتمال انتشار أوبئة، وطالب المسؤول الأممي بالسماح بدخول المساعدات إلى سوريا من معابر أخرى. وكانت الأمم المتحدة أكدت أن نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى مناطق الجماعات المسلحة في الشمال يتعثر بسبب مشاكل في الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام. جاء ذلك في تصريح لمتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة رويترز. واليوم قررت قوات ما يسمى سوريا الديمقراطية فتح المعابر لمرور المساعدات. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والوفد المرافق له لبحث تداعيات وأثار الزلزال الذي ضرب سوريا. الأسد أكد أن مواقف الإمارات واستجابتها السريعة تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين. من جانبه أكد بن زايد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا واستمرارها تقديم المساعدة المطلوبة. وعقب اللقاء زار وزير الخارجية الإماراتي المناطق المتضررة من الزلزال واطلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية. ودائما للمتابعة ينضم إلينا شبكة مراسلينا، واليوم الآن معنا زميلة لنا شاهين من اللاذقية موفدة الميادين إلى سوريا. لنا بداية يعطيك ألف عافية، نود أن يعني نكون معك بحصيلة لهذا اليوم، سواء فيما يتعلق برفع الأنقاض واستمرار رفع الأنقاض أم الإغاثة أم حتى عمليات الإيواء، بالإضافة طبعا إلى المساعدات وإن كانت يعني تلبي ولو حاجة بسيطة. نعم علا، أكثر من سؤال في سؤال، ولكن أبدأ بالأرواح. في آخر إحصائية تم الإعلان عنها أعداد الضحايا والوفيات هنا في محافظة اللاذقية هي أكثر من 820 ضحية، فيما في جبلة وحدها هناك 500 ضحية، وفي قرية سطامو هناك في جبلة وحدها 300 عفوا ضحية، في قرية سطامو هناك 50 ضحية. عدد المصابين تجاوز حدود 2000 مصاب، هذا فيما يتعلق بالأرواح. أما فيما يتعلق بعمليات البحث عن المفقودين، بالأمس منذ الأمس طويت صفحة البحث عن المفقودين، واليوم فتحت صفحة هي عملية إزالة الركام. هذا ما شاهدناه بأم أعيننا. كان قبل عدة أيام هناك تشكيل للجان هندسية تجوب مناطق المحافظة لتحديد ما إذا كانت هذه المنازل هي آيلة للسقوط، يمكن ترميم هذه المنازل أو صيانة هذه المنازل، لأن هناك عدد كبير جدا من الناس لا يزالوا، لن أقول مشردين، هم موجودون مشردين من بيوتهم، فقدوا الحياة الكريمة التي كانوا ينعمون بها في منازلهم، ولكنهم هم في مراكز إيواء. عدد كبير أيضا خرجوا إلى أقربائهم، إلى ذويهم في القرى المحيطة وفي ريف المحافظة. عندنا عدد مراكز للإيواء وصل إلى 32 مركزا. هناك المدينة الرياضية هي أكبر مراكز الإيواء تجمعا لهؤلاء المنكوبين. وأيضا اللجان تم توسعة رقعة وزيادة عدد هذه اللجان لتصل إلى 64 لجنة، شاهدنا عددا من هذه اللجان. اليوم أنا أتواجد في محافظة اللاذقية، توسع المشروع العاشر. هذه المنطقة تعتبر من المناطق الراقية في اللاذقية، هناك مبان تدمرت، وكالمبنى الذي نقف عنده هناك الكثير من المباني التي تصدعت. جلنا أيضا في جبلة وأيضا جلنا في أرميلة. اليوم منطقة أرميلة قرية بالفعل منكوبة بكل ما في الكلمة من معنى، الصورة وحدها تتحدث التي خرجنا بها، أعداد كبيرة. هناك عائلة بأكملها، هذه العائلة توفيت، مباني أيضا كما ذكرت مباني متصدعة بشكل كبير. هناك حتى من يعيش في هذه المباني، يعني قالوا لي أين نذهب،
أين نعيش؟ فقلت لهم يعني لجان تقول بأن هذا المبنى لا يصلح للسكن، فقالوا أين نذهب؟ ليس لا مكان لنا لنذهب إليه. هناك من يبيت، قابلت رجلا يبيته هو بكل تأكيد، بكل تأكيد هو، أو أنا أشعر بهذا، وأنا لطالما عشت وعيشت حالات كهذه في غزة على مدار 23 عاما، أوضاع مأساوية، الطقس يعني الطقس بارد جدا جدا، هم بأمس الحاجة للدعم وللمساعدة. أتحدث عن عدد المنازل المدمرة بشكل رسمي بإحصائية رسمية، نحن نتحدث عن 100 من ليس منزل، 100 مبنى. المبنى يتكون من 6 طوابق، 7 طوابق، 4 طوابق، كل طابق يتكون من 5 شقق إلى 6 شقق، العداد كبيرة جدا، أكثر من نصفها هو مهدم بشكل كامل. كنا خرجنا في رسالة عن عدد المنازل المتضررة في جبلة، وقلت حينها بأن هناك 20% نسبة المباني التي سويت بالأرض. لتأكيد المعلومة أعيد أكرر المعلومة، هي لم تسوى بالأرض ولكن فيها أضرار كبيرة جدا جدا. هذا فيما يتعلق بالضحايا، فيما يتعلق بعملية إزالة الركام. الفرق القائمة على عملية إزالة الركام إضافة إلى الفرق الروسية، قابلت فريقا صينيا وأيضا فريقا إماراتيا وأيضا فريقا من فنزويلا. هؤلاء كانوا يتواجدون في جبلة، أيضا جبلة هي مدينة منكوبة. هذا فيما يتعلق بعملية الإزالة. كان هناك يعني قيل لي بأنه الفريق الصيني جاء ليبحث عن شخص مفقود قد يكون على قيد الحياة، لغاية الآن تواصلت معهم لا يوجد أي خبر حول هذا الموضوع. المباني الكبيرة يعني بشكل كبير تحتاج إلى أيام وأيام. في منطقة جبلة تقريبا المباني الكبيرة التي خرجت منها العديد من الجثامين يتم العمل، لا يزال يسير فيها بشكل متواصل من فرق روسية. فيما يتعلق به الشق الثالث من سؤالك علا، إذا ما تحدثنا عن الدعم، هناك دعم محلي، هناك أيضا دعم عربي. وصلت إلى مطار اللاذقية طائرة من بيلاروسيا، أيضا وصلت طائرة من ليبيا. هذه الطائرات محملة بالمساعدات الإغاثية وأيضا الطبية. تحدثت مع سفير الوفد الفلسطيني والذي كنا التقيناه قبل 2 أو 3 أيام، وهذا الفريق هو فريق كبير، جاء مقسما ما بين 5، يعني يوجد 45 شخصا، قسموا ما بين حلب المنكوبة أيضا وما بين اللاذقية، من ثلاث فروع. فرع الشق الأول هو لعمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين وانتشال الجثامين. الفريق الثاني من الأطباء ويتواجد في أحد المراكز، والفريق الثالث هو من الهلال الأحمر. كل الشكر لك يا زميلة لنا شاهين، موفدة الميادين إلى اللاذقية، ويعطيكم جميعا ألف ألف عافية. أكد وزير الصحة السوري حسن الغباش مطالبة السلطات السورية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتمديد رفع الحصار عن سوريا. وفي مقابلة مع الميادين أعرب الغباش عن تفاؤله من أن يكون رفع الحصار المؤقت عن سوريا هو بداية لكسر الحصار عن المواطن السوري. نحن طالبنا السيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضغط من حيث المبدأ لتمديد هذا القرار، لأنه باعتقادنا الوقت اللي منحه غير كافي أصلا لتسهيل عمل المنظمات والمانحين بشراء بعض التجهيزات والمستلزمات. ويعني أعتقد وأنا متفائل في هذه النقطة تحديدا، إن شاء الله يعني بداية كسر الحصار عن سوريا. الاتصالات اللي تلقاها السيد الرئيس من زعماء وقادة دول ورؤساء، الشعوب اللي تحركت بعفوية وصدق تجاه سوريا، الشيء لمسته شخصيا أنا كفرد بالحكومة السورية ولمسه كل مواطن سوري الحقيقة، بيدفعنا للتفاؤل في هذه النقطة، أنه إن شاء الله شعر العالم كله في هذه المرحلة أهمية وضرورة كسر الحصار عن المواطن السوري. الغباش تحدث عن وجود توجيهات واضحة بتقديم المساعدات الطبية لكل المواطنين السوريين على كامل الأراضي السورية. نحن لدينا التوجيهات الكاملة منذ اللحظة الأولى،
في نقل أي مساعدات طبية أو إنسانية أو إغاثية إلى المواطن السوري الموجود أينما كان. زار قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيرانية العميد إسماعيل قآني محافظة اللاذقية، حيث تفقد المناطق والأحياء المنكوبة من جراء الزلزال المدمر. زيارة العميد قآني اللاذقية تخللها أيضا لقاءات مع محافظ اللاذقية ومسؤولين آخرين في المحافظة الساحلية شمال غرب سوريا. تسلمت منظمة الهلال الأحمر السوري في مطار بيروت الدولي مساعدات إغاثية تم إيصالها إلى مستودعات المنظمة في دمشق عبر طائرتين عسكريتين جاءتا من إيطاليا. المساعدات تضمنت 4 سيارات إسعاف و6 حزم كاملة من الإمدادات الطبية، إضافة إلى معدات الإنقاذ اللازمة إلى جانب فريق طبي إيطالي مكون من 4 أطباء متخصصين في جراحة العظام، من أجل دعم الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر السوري في الاستجابة الطارئة لإغاثة ضحايا الزلزال. هي أول دولة أوروبية ترسل مساعدات لهذه الكارثة الوطنية. هي كارثة طبيعية بالنسبة لنا، وطبعا اللي كان عم ينسق كل المساعدات هو القائم بالأعمال سيد ماكسيميليانو، وهون الدكتور الإيطالي جنسية الأصل سوري دكتور بالنسبة لنا تمام يوسف، هذا من أعز الأصدقاء. هو كان في أخ تونسي اسمه كامل الغريبي هو اللي كان عم ينسق بكل هالشيء، وجابوا لنا معدات. هي الفكره انه تقريبا كسرنا شويه الحصار الاقتصادي. من رومانيا ستاتي طياره مساعدات ايضا، وصرحوا ايضا تضامن مع الشعب السوري ومع المواطنين السوري والسوري المحتاج في اي مكان. طبعا الشيء اللي جبناه كان بدايه، وستلاحق أيضا ستأتي بعدها طائرات من إيطاليا. مساعدات داخلية تنشط في لبنان لمساندة الشعب السوري المتضرر من جراء الزلزال، تساندها قرارات حكومية لتيسير وصول المساعدات بأسرع الطرق إلى سوريا في محاولة للتخفيف من حدة الكارثة على الشعب السوري. فرح عمر. سعيا إلى التخفيف من معاناة وألم المنكوبين في سوريا، انطلقت الدفعة الأولى من حملة رحماء من بيروت بقافلة من الشاحنات باتجاه محافظة اللاذقية في سوريا، وعلى متنها مساعدات إنسانية وطبية وغذائية، بالإضافة إلى ألعاب لرسم البسمة على وجوه أطفال عانوا مر الحروب والزلزال. قافلة اللي هي بتحتوي على 23 آلية، آلية كبيرة موزعة بين مواد غذائية، بين أدوات طبية، بين كل شيء نحن ذكرناه. اليوم القافلة إن شاء الله بإذن الله رح نوصل على اللاذقية، ونحن عندنا قوافل متتابعة لحتى نوصل، نحن نقدر نحاول قدر الإمكان نكون حدهم. رحماء ليست الأولى ولا الأخيرة، فعلى مدى الأيام الماضية انطلقت مبادرات فردية من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، مرورا بعكار والبقاع وصيدا، جميعها تحمل رسالة واحدة عنوانها مساندة الشعب السوري وكسر الحصار المفروض على سوريا أمام صمت لافت للغرب على أوجاع المنكوبين في سوريا. العالم كلها تفاعلت من كل الأراضي اللبنانية من كل الطوائف، كل العالم عم تدق، كل العالم بدها تساعد، كل العالم بدها تتبرع. في ناس صدقي عم بتشيل من بيوتها وعم تعطي، لأنه ربنا علمنا العطاء ونحن ربنا علمنا نضل واقفين، ما فينا نركع على حدا. مش زلزال بيجي بهدنا، نحن مرقنا بأصعب ورح نكمل معهم ورح نقول لهم نحن حدكن. منذ اليوم الأول لحلول الكارثة على سوريا وتركيا أبدى اللبنانيون تفاعلا كبيرا لمساعدة الشعب السوري وأيضا التركي، وحثوا دولا أخرى على المساعدة عبر قرار حكومي بفتح مطار بيروت الدولي ومرفأي بيروت وطرابلس أمام جميع الدول الراغبة في إيصال المساعدات إلى سوريا، فضلا عن تسهيلات مرور قوافل المساعدات عبر الحدود اللبنانية السورية. من إرسال فرق إنقاذ للمساعدة في عمليات الإغاثة إلى جمع المساعدات داخليا وتقديم كل ما يلزم لاستقبال مساعدات خارجية، يحاول اللبنانيون بشتى الطرائق تأكيد دعمهم للشعب السوري ومساندته في وجه الحصار المفروض عليه. فرح عمر، بيروت، الميادين. رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين
أعلن خلال انطلاق الدفعة الأولى من حملة رحماء أن قوافل إضافية ستتوجه إلى حلب ومناطق سورية أخرى. وأكد صفي الدين أن الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وعن شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان. نطلق الدفعة الأولى من حملة رحماء لإعانة الشعب السوري العزيز والشقيق في مواجهة هذه المحنة وهذه النكبة والمأساة الإنسانية. هي تواجه زلزالا أخلاقيا إنسانيا حينما كشف الغرب للأسف أقول بثقافته وبعنجهيته وبتكبره وبلا إنسانيته كشف عن طبيعة هذه الثقافة التي ينتمي إليها الغرب تحديدا أمريكا والدول الأوروبية بكل صراحة. تتواصل أعمال البحث عن ناجين وإزالة الركام في محافظة اللاذقية، حيث انتشل العديد من الجثامين بمساعدة فرق أجنبية، فيما تمت زيادة عدد لجان تقييم المباني المتصدعة. لنا شاهين. انتظار على أحرة من الجمر، مواطنون انفطرت قلوبهم حزنا على ذويهم، يكتوون بنار السباق مع الزمن، فاللحظات التي تشكل الحد الفاصل بين الموت والحياة تمر ببطء شديد وعلى نحو قاتل. من أول لحظة الانهيار من الفجر ونحن موجودين، بأي لحظة بس ننتظر بس صوت، بس نسمع حركة، يعني ننتظر بس حركة، بس هيك توقف الآليات إنه في حدا في صوت، بس وضع صعب جدا جدا. حتى اللحظة عنا أمل، عنا أمل، هيك عايشين على الأمل الإجباري. عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين متواصلة منذ اليوم الأول لوصولنا. نتعاون مع فرق إنقاذ أخرى ونستمر في تقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين. نجحنا في إنقاذ عدد من المواطنين، ولكن للأسف كان عدد الضحايا أكبر بكثير. حيثما وليت وجهك هنا لا تجد غير الدمار الهائل، مبان بأكملها سويت بالأرض وأخرى تضررت على نحو شبه كامل. عدد من المنازل تهدم بحدود كحصيلة أولية 102 بناء كامل طابقي، وعدد كبير من المنازل تصدعت، ونحن كمحافظة قمنا بتشكيل لجان فنية من نقابة المهندسين وشركة الدراسات والاستشارات الفنية للكشف على هذه الأبنية لتقييم وضعها الفني. وكبداية عمل كان هناك عدد كبير من هذه المنازل بحاجة إلى الهدم لحرصا على السلام العام، ولم تنتهي اللجان من عملها، وتم زيادة عدد اللجان إلى 64 لجنة. لنا شاهين، اللاذقية، الميادين. قال الفنان السوري فادي صبيح أن الكارثة التي خلفها الزلزال لا توصف، وخلال مشاركته في حملات الإغاثة قال للميادين: نعول على تعاون السوريين بعضهم مع بعضهم. ونحن شفنا يعني الكارثة لا 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 توصف باللغة يعني، ولكن نحن كلياتنا معولين على تعاون السوريين مع بعضهم فعلا، وهذا التعاون كان بمثابة فعلا زلزال كبير لكنه للبناء. فإن شاء الله يا رب هيك نقدر ولو نشيل حصة صغيرة من معاناة الناس، معاناة أهلنا، من وجع أهلنا بهالكوارث اللي صارت. نشيل مثل ما قلتي الجميل والمختلف، إنه كل الناس رمت خلافاتها تحت الأنقاض وبلشت بهذا حب، خليني أقول، وننظر للإنسان، لأنه هي الفكرة الأولى والأخيرة، هي فكرة الإنسان. تواكب كاميرا الميادين حملات الدعم العراقية المستمرة إلى سوريا. الحملات انتقلت برا من عدة محافظات عراقية بدعم مختلف القوى والفعاليات، فضلا عن دور الحشد الشعبي والحكومة العراقية عبر الهلال الأحمر. عبد الله بدران واكب أحد الحملات حتى وصولها إلى مدينة حلب. وبعد مبيت ليلة في منفذ القائم أبو كمال الحدودي، تمكن فريق الميادين الآن في هذه الأثناء من أن يجتاز الحدود بعد إكمال أوراقه الرسمية ضمن استكمال رحلته لتغطية الوضع الإنساني في حلب. هذه هي الحدود العراقية السورية، نحن عمليا الآن اجتزناها
دخلنا في الداخل السوري، نحن عمليا في ألبو كمال. بعد ذلك من المفترض تنتظرنا حوالي 10 ساعات من الطريق البرية للوصول إلى حلب، باعتبار أننا انطلقنا من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. التفاعل كثير ممتاز، ما قصروا معنا ابدا، ما قدر العملوا ما شفناه من اي حد ثاني، يعني ما قصروا معنا لا بوقت الحرب لا بوقت مصائب ولا بكارثة ولا باي شيء، يعني كل الشكر لهم الله يقدرنا لنا كافيين وكافيين ان شاء الله. وصلت أرتال الدعم العراقية التي هي جزء من أرتال مستمرة لا تتوقف ليل نهار، هي هنا في حلب بانتظار المرحلة الأخيرة لإيصالها لمحتاجيها والبدء بعمليات المساعدة مع أشقائهم السوريين. من حلب عبد الله بدران، الميادي. الزلزال لم يعفي طرطوس في سوريا، ففي ريفها تعاني مدينة القدموس من أثاره المدمرة. زهاء 50 منزلا تاريخيا دمروا كاملا أو جزئيا، وكثير من المنازل أصبحت بلا سقوف. مراسلتنا يارا حسن زارت المدينة ووثقت بعض مشاهد الدمار. البلدة القديمة القدموس وهي بلدة أثرية تنهار اليوم على الأرض. الزلزال أثر بشكل مباشر على منازلها. في هذه البيوت عاشت عائلات لأجيال عديدة وقد تشردت الآن. شو الوضع؟ البيت تدمر بشكل كامل، وكنا نايمين بالبيت في يعني هذا بيت جدي من أقدم البيوت في القدموس. أنا بحمد الله وبشكره أنه طلعت بخير بالسلام، لأنه أنا طلعت من تحت الردم ونزل الردم علي وحطيت البطانية والمخدة فوق راسي وظليت ثابت بمكاني والحمد لله طلعنا. وما عدنا فين بدنا نروح، هلا اجينا بالبيت، رحت بيا بيت انا. لعندي قرايبيننا كم يوم مشان نأمن بيت. البيت هذا يعني انه مكان وجودنا، وطننا، يعني وطننا الصغير، وطننا الكبير سوريا، اما وطننا الصغير هو البيت الجميل هذا اللي ما في احلى منه. ما راح اتركه، أنا كنت بمفردي فيه وما راح أتركه. طيب أنا معلش، الفرش والفرشة والبطانية تحت هذا السقف تحميني؟ القدموس اشتهرت بأنها إحدى أبرز مناطق الاستجمام والسياحة في سوريا، وهي الآن تعاني من آثار الزلزال، لكن الإيمان كبير لدى السكان المتضررين بأن الأيام المقبلة ستبلسم جراحهم وتخفف من وطأة آلامهم. يارا حسن، القدموس، ريف طرطوس، الميادين. أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن دعم سوريا، لافتا خلال تقديم العزاء في السفارة السورية في العاصمة الجزائرية إلى أن دعم بلاده في المحنة القاسية التي تمر بها سوريا هو واجب. واجب على الجزائر
والجزائر لا عمرها تخلات على الوجه بتاعها مع الشعب السوري. يعني هذه سنوات وسنوات محطات خطيرة للتحديات، ولكن الجزائر قعدت دائما وستبقى إن شاء الله دائما في جنب الشعب السوري. صحيح هذه محنة كبيرة يعني إن شاء الله، وفيها تحديات كبيرة اللي راهي تنتظر الشعب السوري، والجزائر تكون دائما في جانب الشعب السوري. من جهته سفير سوريا في الجزائر نمير الغانم شدد أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى الشعب السوري، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني والهلال الجزائرية تقوم بمجهود كبير على الأرض. ليس غريبا أبدا على الجزائر أن تكون هي السباقة في تقديم المساعدات للشعب السوري، فكانت أول طائرة هبطت في دمشق هي الطائرة الجزائرية، محملة طائرات جزائرية محملة بالمساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والأدوية، إضافة إلى فريق نعتز ونفتخر به من الحماية المدنية وإلى جانبهم مسعفي الهلال الأحمر. ومنذ هبوطهم في المطار ذهبوا إلى الميدان فورا وكانت النتائج فورية. ما لمسناه هنا من محبة الشارع الجزائري دليل على أن القلب واحد والدم واحد ونحن أشقاء حقيقيين. وفقرة السوشيال ميديا اليوم مع زميل حسين السيد. حسين أهلا وسهلا بك. مرحبا. يعني الوجع الأكبر حقيقة نستطيع أن نراه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. يعني غضب وحزن عابر للحدود. صحيح لم يقف عند لا جنسية لا هوية لا انتماء ولا أي شيء، يعني بقدر ما نعطي نحن مساحة لهذا الزلزال ومآسيه التي ستتكشف بعد أكثر وأكثر تبقى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنه تنقل وجع الناس مباشرة حقيقة. لابد دائما من الوقوف عند يعني هيبة هذا الحزن وهذا الوجع الذي لن ينتهي على ما يبدو قريبا مع تكشف المزيد. ربما نقف وإياك على كل تفاصيل بهذا الوجع المستمر عند الناس حقيقة. نعم، على كما قلت يعني لا تزال أخبار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار جيدة بإنقاذ أرواح من تحت الركام وأيضا أخبار سيئة، لكن دعينا نبدأ علا مع هذه الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. طفل في تركيا تم إنقاذه بعد مرور أيام وهو تحت الأنقاض. صحيح أن عمره لا يسمح له بالنطق لكن عيناه تقولان كل شيء كما نرى في الصورة علا. وأيضا إنقاذ هذا الطفل يعطي الأمل لكثير ممن هم لديهم أقارب تحت الأنقاض بأنه ربما يأتي اليوم في معجزات إلهية حقيقة. نعم. يعني نراها طفل رضيع بهذا العمر يحتاج بالأيام العادية يعني كل بعض وقت أو كل ساعة. صحيح. أو ساعتين بحاجة لأن يأخذ الحليب وإلا يعني يبكي صموده حتى هذا الوقت. صحيح. وحالته جيدة كما نراها، هذا يعني يعطيك أكثر من أمل. نتمنى أن يكون هناك أخبار. صحيح. كثيرة في الأيام المقبلة ووجود نجيم. ننتقل إلى هذا الفيديو الذي سجل داخل أحد مستشفيات غازي عنتاب التركية، حيث يظهر فيه ممرضات خلال لحظة الزلزال يقمن بإمساك السرير المخصص للأطفال الرضع حديثي الولادة في المستشفى. يعني صحيح أن قوة الزلزال علا كبيرة جدا كما يظهر في الفيديو، لكن يبدو أن إنسانية هؤلاء أكبر بكثير. دعينا أيضا ننتقل إلى فيديو آخر لهذا المسن السوري. فبعدما كان حفر قبور أولاده وأحفاده اكتشف أنهم لا يزالون على قيد الحياة، لذلك هذه الفرحة الكبيرة الذي هو فيها. دعينا نقرب قليلا الفيديو لنشاهد ردة فعله عند لقائه أحد أبنائه. هكذا لحظات
تغير حقيقة من مجرى حياة الإنسان كلها بعد أن يمر بحالة أنه فقد الكل وعادوا من جديد وكأنهم عادوا حقيقة من الموت إلى الحياة. كبيرة جدا ومؤثرة جدا، ونتمنى أيضا أن نسمع أخبار كثيرة من هذا النوع. ننتقل إلى فيديو جديد، وهو لطفل سوري يعانق أحد قيادات الحشد الشعبي وبجانبه رئيس أركان هيئة الحشد أبو فدك ويطلب منهم المساعدة. يعني علا، العراقيون ساهموا كثيرا في هذه الأزمة بالمساعدات، وخصوصا هيئة الحشد الشعبي سطرت الكثير هذه العلاقة بين سوريا والعراق. نعم، يعني هم كسروا الحصار الذي فرضه الإرهاب، واليوم يشاركون في كسر الحصار الذي تفرضه. وبالتالي لم تكن هذه الأخوة فقط في الميدان أو عسكرية، هي سطرت أمور كثير. نعم، للمرحلة المقبلة. صحيح. أيضا فيديو جديد من لبنان هذه المرة. فمن الحاجة تنطلق المساعدات، قافلة أولى لحزب الله تنطلق نحو سوريا لإعانة المتضررين. حزب الله علا طبعا يعني شارك إلى جانب السوريين أيضا في حربهم على الإرهاب، وها هو اليوم يشارك في فك هذا الحصار عنهم. خليني أقول كمان المبادرات الفردية كانت مهيبة، وفعلا تحية يعني كل التقدير للشعب اللبناني. طبعا ليس فقط الشعب اللبناني، كان في مبادرات فردية يعني تخطت المنطق أو مكان متوقع حتى. صحيح، يعني الحاجة كبيرة علا، لذلك الحاجة إلى مساعدات كبيرة جدا. ننتقل إلى فيديو جديد مرعب صراحة علا، مشاهد من منطقة هاتاي التركية تظهر صدوع أرضية ضخمة في الحقول، يعني ربما عشرات الأمتار عمق هذه الصدوع الذي البعض ربما هنا يعني نستطيع أن نتوقف مع ما يقولوه أنه قبل الزلزال كان في ضوء كبير أخضر لمحوه في السماء. نعم، البعض ربطه بأنه قد يكون مفتعل أو مشروع هارب. كانوا دائما يضعون تحديدا هذا الفيديو عندما يتكلمون حول هذا الموضوع. على كل حال ربما لا شيء مستحيل. نعم، الأيام القليلة المقبلة ستكشف الكثير. صدع كبير جدا. وأيضا ننتقل إلى فيديو جديد من تركيا أثار سقوط أحد المباني في تركيا فضول الناشطين، بحيث سقط بطريقة غريبة واقتلع من قاعدته كما نرى في الفيديو على هنا. يعني السلطات التركية قامت بحملات عديدة على المقاولين في تركيا لاتهامهم ربما بعدم التزام بقواعد البناء، وهو ما أثر كثيرا في انهيار العديد من الأبنية. طبعا هذه الخطوات تأخذها الحكومة لأنه حق الناس في غضب الآن، يعني واضح أنه في مشكلة في هذا البناء. حق الناس أقل حتى لو كانت الكارثة طبيعية. كان في مبنى المهندسين بكهرمان مرعش لم يتأثر، حتى الزجاج لم ينكسر. نعم، لأنه تم بناءه بالطرق الصحيحة ومقاوم للزلازل. لو كان البناء أقل كان العدد أقل كان أخف، وبالتالي هذه يعني لتخفيف ربما بعض الغضب عند الناس. الشعب التركي يبدو أن عمليات البناء كانت غير صحيحة. ننتقل إلى صور جديدة، وهي للجريح محمد طوطح من غزة. هو يتضامن مع ضحايا الزلزال على طريقته عبر صور على شاطئ غزة كتب عليها تركيا وسوريا، إضافة إلى قبضة بألوان العلم الفلسطيني. وهو علا جريح من أيام العدوان الإسرائيلي عام 2008. يعني هذا التضامن من شعب فلسطين مع الشعوب الأخرى. تعود دائما الإنسانية على كل حال لتنتصر على كل ما أفسدته السياسة والحروب بين الشعوب وبين صحيح. المسلمين تحديدا. صحيح. ومن قلب تركيا فيديو لافت أيضا لمبادرات لشبان سوريين لاقت ترحيبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. تركوا مطاعمهم في إسطنبول وجاءوا في لفتة إنسانية يعني كانت لافتة جدا. يقومون بطهي الأطعمة وتوزيعها على المنكوبين في
جنوب تركيا. ننتقل علا إلى آخر فيديو لدينا اليوم. مجموعة من الشبان السوريين يساعدون عناصر في الجيش التركي في رفع الأنقاض. هنا رسالة من هذا الجندي على أن لنبذ العنصرية ضد السوريين في تركيا. Şu binadan bir can çıkartmak için uğraştılar. Evet. Bunlar da Suriyeli. Yani bunun bu hırsızlığın ya da kötülüğün Suriyelisi Türk yok. İnsan değilsen, ahlakın yoksa, edebin yoksa bunu herkes yapar. Ama bunlar da Suriyeli. Bakın. Allah bir kere onlardan razı olsun. Canımıza can katmaya geldiler. Evet. علا يعني كما يقولون ربما الفاجعة توحد، لعلها توحد السوريين والأتراك وشعوب المنطقة إن شاء الله. كل الشكر لك زميل حسين السيد على تقديمك لنا فقرة السوشيال ميديا. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. الأجهزة الأمنية التونسية تعتقل رجل الأعمال كمال لطيف والناشطين السياسيين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي من دون أن تقدم أي إيضاحات. تطور استقطب الاهتمام داخل تونس وخارجها وتسريبات تتحدث عن ارتباط القضية بأمن الدولة. عماد اشتارة. شخصيات وزنة سياسيا وماليا قيد التوقيف، كان التونسيون يستبعدون أن تطالها يد العدالة. الجهات الرسمية التزمت الصمت ومنعت المحامين من التواصل مع الموقوفين، فيما تشي الكواليس بخطورة الملف وترجع إلى كونه يتعلق بأمن الدولة، مرجحة أن تسقط التحقيقات أسماء أخرى في المقبل من الأيام. ليست قضية رأي عام، ولكن هي قضية لها علاقة بالدولة أو بملف يمكن أن يكون خطيرا في بما تراه النيابة العمومية يهدد أمن الدولة، وعلينا أن ننتظر حتى نعرف بعيدا عن محاولات البعض التجيش واستغلال صفات هذه الشخصيات لخلق نوع من وكأن القضية هي قضية تصفية حسابات سياسية قبل أن تكون قضية لها إجراء قانوني ولها مبرراتها لدى النيابة العمومية. في غياب الرواية الرسمية أو أي إيضاحات من جهات مسؤولة عن خلفية التوقيفات، تحضر الإشاعات بقوة واتهامات الأحزاب لما تصفها بسلطة الانقلاب بضرب الخصوم للتغطية على فشلها في إدارة المرحلة والاستجابة لمتطلبات التونسيين. تم الإجماع اليوم على أهمية استعادة هيبة الدولة والخروج بها من حالة الوهن التي أصبحت عليها، وذلك بالضرب بأدم الحديد كما يقال على كل العابثين بها من متآمرين فاسدين وخونة إلى غير ذلك. لكن الخشية اليوم بعد إيقافات السبت الماضي هو أن تكون ثمة ربما حسابات سياسية أو ممارسات انتقامية قد تحيد بالمسألة عن بعدها الحقوقي والإنساني، وهو ما قد يسيء إلى العملية التي يراد بها بالفعل الخروج بالبلاد من أزمتها. بين من يرحب بتحرك أجهزة الدولة للقطع مع الفساد وإطلاق مسار المحاسبة القضائية، ومن يحذر من ضرب الحريات والتنكيل بالخصوم السياسيين، يستمر الغموض سيد المشهد. تنكيل بالخصوم أم إنقاذ للدولة من مخطط لاستهداف أمنها واستقرارها؟ تتضارب الروايات إلى حد التناقض، فيما تغيب الرواية الرسمية إلى حد الآن، بما يبقي التساؤلات من دون أجوبة حتى إشعار آخر. عماد شتارة، تونس، الميادين. قالت وكالة إيرنا الإيرانية إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه عصر غد الاثنين إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد سياسي اقتصادي في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الصيني. وبحسب الوكالة فإن الزيارة التي تستمر 3 أيام تتضمن إبرام وثائق تعاون مشترك بين البلدين، فضلا عن عقد جلسات مشتركة لرجال الأعمال من البلدين وجلسات مع الجالية الإيرانية في الصين
ولفتت الوكالة إلى أن رئيسي سيكون ضيف شرف ضمن مراسم السنة الصينية الجديدة التي يقيمها الرئيس الصيني. أعلن رئيس مجموعة فاغنر المسلحة الروسية السيطرة على بلدة استراتيجية شمال باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكد السيطرة على بلدة كراسناهورا الأوكرانية على مسافة كيلومترات قليلة شمال باخموت. بالمقابل قال القائد العام للجيش الأوكراني أن قوات بلاده تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وأضاف أن روسيا تنفذ نحو 50 هجوما يوميا في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، وأكد أن القتال العنيف مستمر في منطقتي فوليدار ومارينكا، وأوضح أنه تمت استعادة المواقع التي فقدت في السابق وأنهم كسبوا موطئ قدم. صراع أجنحة داخل الفاتيكان وحرب أهلية بين أروقته. تقرير لوكالة فرانس بريس يسلط الضوء على الانتقادات التي يواجهها من قبل المحافظين داخل الفاتيكان في نوع من الحرب التي قد تستمر حتى اليوم الأخير من الولاية البابوية. أجواء حرب أهلية داخل الفاتيكان وسهام الانتقادات توجه إلى البابا فرانسيس، وفق ما يؤكد الخبير الإيطالي ماركو بوليتي الذي يرى أن الحرب ستتواصل حتى اليوم الأخير من الولاية البابوية. فمنذ وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر تتصاعد الانتقادات لإدارة البابا فرانسيس للكنيسة، سواء بالنسبة للتعيينات أو للإصلاحات التي يقوم بها أو حتى للنهج الدبلوماسي الذي يعتمده. تقرير لوكالة فرانس بريس تحدث عن صراع داخل أروقة الفاتيكان بين الإصلاحيين والمحافظين، وأشار إلى أنه بعد مضي أيام قليلة على وفاة البابا بنديكتوس افتتح سكرتيره الخاص المونسينيور غورغ غانسفاين الحملة ضد البابا الحالي، مؤكدا أن البابا الأرجنتيني حطم قلب سلفه بحده من استخدام اللغة اللاتينية في القداس. الانتقادات الصادرة عن سكرتير بنديكتوس تندرج في سياق خط يتبعه بصورة خاصة المحافظون في الفاتيكان حيال ما يعرف بنهج فرانسيس، ووسط اتهامه بالتهون في العقيدة وباعتماد قدر من التسلط، ولا سيما في ظل عزم البابا فرانسيس من خلال مشاورات عالمية حول مستقبل الكنيسة على إزالة المركزية في حوكمة الكنيسة. وقد وصف المستشار السابق لفرانسيس الأخير كارثي على أكثر من صعيد، منددا بفشل فادح في دبلوماسيته التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا. الحملة ضد فرانسيس اشتدت خاصة مع صدور كتاب أواخر الشهر الماضي للكاردينال الألماني جيرهارد مولر الرئيس السابق لمجمع عقيدة الإيمان، وتضمن الكتاب حملة شديدة ضد نهج البابا فرانسيس في الحكم منددا بنفوذ زمرة من حوله ومنتقدا ما وصفه بالتباسه العقائدي. وقد مثل الكتاب خطوة جديدة في تصعيد خصوم البابا الحالي من انتقاداتهم ضده، انتقادات لا تهدد بالدفع نحو احتمال رحيل البابا في المرحلة الراهنة، ولكنها نجحت في إنشاء تيار فكري قادر على التأثير في المجمع المغلق المقبل الذي يعقد لانتخاب البابا وتاليا على الولاية البابوية المقبلة. تذكير بالعناوين. عمليات رفع الأنقاض تكشف هول الكارثة في تركيا، نحو 30 ألف وفاة حتى الآن، والمحاسبة تبدأ باعتقال مقاولين متهمين بتشييد مبان من دون المواصفات أدت إلى انهيارها فورا. ابن زايد يؤكد للرئيس الأسد استمرار دعم بلاده سوريا، ووزير الصحة السوري يؤكد للميادين أن التوجيهات الرسمية هي بإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة في سوريا. حزب الله يطلق حملة رحماء لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، والدفعة الأولى انطلقت إلى اللاذقية ب23 شاحن. الرئيس الإيراني في بكين غدا على رأس وفد سياسي اقتصادي للتوقيع على وثائق تعاون مشترك بين البلدين.
معارك محتدمة في دونياتسك، ورئيس مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة استراتيجية قرب باخموت. للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.